هيا هيا نجري جريا وكل الخضرة وكل البعرة. المهم انا غير بغيت نهضر مع الناس ديال هيا هيا واجري جريا اكل الخضرة. كليتو الخضرة؟ لا ما كايناش خضرة غالية. كتاكلو الخرا؟ كتاكلو العصا؟ يا بارك عليكم، كتاكل العصا وكتاكل الخرا، واش بغيتي مازال يديروا لك الناس الناس اللي كتشوف وكتقول لك راك كتاكل العصا وانت كتقول حمد الله وشكرته، حمدت الله. ايوا صافي، اصحاب الفيديوهات واصحاب هاد المؤتمرات التنمية والتنوير والتحرير، اجمعوا قلاعكم علينا، راه شعب مرتاح. مال دين ربكم نتوما؟ مالكم مالكم نتوما؟ مالكم شعب مرتاح وانت كتقول لي هيا هيا نجري جريا كلي الخضارة وكلي الخرا وكلي الهراوة ومرتاح، كيحمد الله وكيشكرو وكينوض وكيتقرع وكيمشي يصلي وكيمشي. ايوا مالك يا خويا ومالي انا، مالي مالي مالك انت؟ احنا ما كنبغيش نرجعنا هاد المواضيع ديال هاد الازبال ديال الوطن، ازبال ديال الوطن. ان الكل كينادي بالحرية والمعاملة ديالو كلها ديكتاتورية، راه مع مرتو مع ولادو مع ما كاينش حرية، كاين هو الإله والأوه، أنا رب البيت أنا. راه وحسوا شوية بهاد القضية، راه العبودية راه كتجي من هاد القضية، راه داك الدري اللي كيعرف بأن كاين واحد آخر كيقول أنا فهو عبد، يكون ولدك تكون مرتك تكون أختك أمك. انا كنصرف، انا اللي كندير لكم، انا اللي عطيتكم، انا اللي غطيتكم، انا اللي كنخرز القرع، انت هو الخرا، انت هو الخري اللي خريت خرا عنا الوطن حيت عطانا ناس بحالك، وهادو مع ولادك وخوتك عادي الا كانوا ناس غير خدامين عندك ولا معاك ولا انت الشيف، الشيف انت الشيف ديال واش كتولي؟ ماشي انا كنوليو، نحن فيك انت، فيك بزاف، فيك كل شيء، انت هو كل شيء والاخرين زيرو، وكل شيء كيهضر مع زيرو. اوه تحميتو على زيرو. ايوا هاد القحباته، ايوا هاد القحباته، هاد العقول المخربه الأنانية المضخامة، تضخيم الأنانية، لأن عندك شوية الزوال ولا عندك واحد الموقف وكتحكم من ناس أخرين. وبداو احنا روم روم، أنا كندير أنا هو الأونا، يعني أنا صاحب الروم، وكنولي نتحكم في ربكم. اسكت انت، اسكت دير مكا، نبونصيك ونبانيك، الى دار لك البان راه ما ترجعش لعندنا. هاد الناس كيدافعوا على الحرية، هادو اسكات الاصوات، يعني عندك انت عندك شي حرية اخرى احنا ما عارفينهاش، انت كدافع على حريه اخرى ما تنعرفوهاش. راه الحريه راه عندها مفهوم واحد في الكره الارضيه كامله، عند النمل، عند الحشرات، عند البخوش، عند الادميين. الحريه هي انك تقرر ما تريد بطبيعه الحال باحترام ديال الجوار، الجوار اللي كتعيش فيه كنحرر، كنقول واحد القرار انا اعتقد بانني حر باش ناخذه،
هاد الشيء راه بغض النظر على الدين، الدين راه واحد البارير اخرى، ديوانه اخرى خصك تخلصها عاوتاني، راه ما كتبقاش عندك غير المجتمع كيحكم عليك بديوانه انك ما تقول داكشي اللي ما بغاش، كيجيك الدين كيقول لك ما تقولش داكشي اللي ما قلتليكش، خصك تقول غير داكشي. علاش سامحوني، بسم الله مصرها ومصرن ديال ما هي الاولى، ونقص الديوان سبتام ليلي اسبانيا وتبقى تنقص الديوان ديال فرنسا، راه بحال واقع عندنا حنا، حنا في التفكير ديالنا عندنا الديوانات، خصك تنقص الديوانه الاولى والديوانه الثانيه. المداوين والمداوي المخ ديالك صغير الوسط هنا، وداكشي اللي عامر كامل هاد الديوانه، الاسلام، حب الوطن، حب وطاعه الله وطاعه الوالدين، مسخوط الوالدين، عندك تكون مسخوط الوالدين بهالي انا، ما تخرجوش من الديوانه. الديوانة عندك في الماكلة ديالكم فيها ديوان، واش مذبوح حلال ياكل يوض الحرام فيك الجوع كل انت كتسول على الذبح واش تذبح حلال، اما هو المشكل عندك هنا واش حرام ولا فيك الجوع، شكون اللي مسلك هكا، ما ناكلش الحرام ما نشربش الحرام لان حيت ديوانه قلت لك في العائله، ديوانه في عاد تدخل الزنقه عاوتاني ديوانه اخرى ديال الاعراق وديال احترم كتحترم الخرا بقراك، ولكن خصك تحترمها لانه جارك، وكتطلع وانت غادي حتى كنلحقوا الفوق لعند الاله الاعظم هذاك. اي 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 نقدر انا ك قضاء مغربي نسمح لك تقول لك الله ينعن دين ربك، ولكن ما تقولش الله ينعن دين الملائكه، الملك اعلى مرتبه من الاله، وكيوقع لكم مش خلل مخي، ما كتقوليش شنو هادشي هذا، كيف دابا حنا حتى ديك ليارشي ديك السلم الاداري، دوك الناس الاداريين دوك صحاب ستيلوات كتلقاه لابس قميجه داير ستيلو، حتى انا كنت كندير ستيلو بيك عنده هنا زعما راه كيسني، انا اللي كنسني سنيتو، دابا صافي سنيتو كاملين، سنيتو علاش؟ على عمركم ولا علاش؟ اش كديروا في حياتكم الخرايات اصحاب السيلوات وصحاب التليفونات وصحاب لي روم ودير روم عنده روم اي وعندو 14 17 20 ديال الناس كيشاركوا معاه، فاش كتشاركوا دابا نتوما بالوطن عليكم، فاش كتشارك اش من هضره دابا كتهضر، علاش كتهضروا بعدا كاع، ومنين واحد يهضر يقول لك غير واحد الحرف الراق كيطير، والروم سميتها الفكر الحر، فكر حر هذا حر، ما عرفتش اش غنقول لكم الخوت، انا شخصيا ما كيهمنيش وسائل الاعلام كتقول بان داك اللي صرف ماكرو من الحزب اليميني المتطرف، ايوا راه كان يميني متطرف ما عندوش الحق يضرب، راه عنده الحق يضرب، وراه ضربك يا الكلب، وحنا بغينا نشوفو هذاك الاحزاب ديالنا المتخلفه والمتقدمه الإسلامية
ما تضربوش داك الخرا اللي عندكم نتوما، ما تدفلوش. حنا كاع ما لحقناش معاكم، ماشي شي منين خطب هو في الخطاب كطفي ديك التلفازه طفى ما نسمع ليكش. ما تحيدوش دوك التصاور اللي عندكم في الديور في شومبرا، كلشي داير انت التصويره ديال الملك، انت مع مرتك واحد كي دير التصويره ديال الملك. الا دخلتي ل اش كيسميو ده فونتيما صالون صوره كبيره ديال الملك مقيومه عليه ما عرفتش علاش الا بغيتو تحرر حيدو التصاور بعدا، هي الاولى. هي شرقوا الخرا، حرقوا الزبله. راه كاين اللي شاري تصويره بستين الف ريال، 300 الاور، كبيرة اون كولور، واخا كطيح عليها الشتا مكتبدلش، واعر مسخوط، انت مسخوط. بغيتي تعلن هاد الانسان، راه ما تيقش في راسو، تيبغي يعلن الملكية بان انا معاكم انا ملكي، وما كيسمعوش وكيولي يعلنها هو راسو، كيدير تصويره د الملك باش ها انت شتي يا راسي انا راه داك الملك شريت تصويره غاليه ودرتها. يرجى منكم انتم الخير، كاع اللي دايرين التصاور ديال الملك واللي فرحانين، وكاين اللي غاتصوره موكب الملكي داز وكيقول لصاحبو صورني بينا كنقول عاش الملك. ايوا ديرها تحت الوساده، ديرها في البنكه، ديرها في البنكه هذيك التصويره، ديرها في البنكه وي ديرها في المدرسه يقرا ولدك، ديرها في الجامعه تقرا انت يا الحمار يا البغل. يلا صحاب التصاورة ديال عاش الملك وديال، راه أي إنسان فيكم عنده تصويرة ديال الملك في الدار ديالو راه ماشي مواطن صالح لينا هنا، أنت غير صالح لراسك وما صالحش للأرض ديالنا هنا، أنت كتخون راسك قبل ما تخون الوطن، خنتي راسك أيها الكلب. يصحاب التصاور ديال عاش الملك وديال عندو التصويره ديال محمد الخامس وديال الحسن الثاني وكلشي معلقهم كيديرهم في الفونتسيما اللي قلنا صالون باش اللي دخل يشوف هذا راه واقي. اما ما نهضروش على الناس اللي كيخلصوا فلوس غاليه الى باس يد الملك وصوروا شي واحد، وراه كيدير لك في الدخله ديال الدار قد راه واحد من العائله ديالي، نعلته الوطني عليه كبيرة شي جوج المليون وماش. شفتوني وانا كنبوس يد سيدكم يا الكلاب، الغضبة الا كنتو غضبة الا كنتو مرتاحين اوكي كملوا زيدوا تصاور اخرين ديروا، ونصيفط لكم التصاور ديالي انا ديال ترمتي الا بغيتو تا هي ديروها. شعب ترامي نتوما دين والدين امكم، الغضبه كتبدا بنزع هذيك الصور، كل ما يمت صله الملكيه خصك تحيدو، حيدو دوك الطرابش، حيدو دير كيفرح وتفي في العرس وكيدير طربوش حمر وفيه نجمه وفيه الخرا وفيه ملك، دار تصوير حيد تصاور شي زواقة صغيرة فيها نجمة خضراء، حيدها الملكية خصك تحيدها من الحوايج بعدا ديالك اللي لاصقة فيك اصاحبي. صحاب تريكوات فري مروكو اي لوف مروكو، حيدها راك عبد بلا ما تعيط.
وعاد الناس ولاو كيطرزوا في راسهم انا كيكتب عاش الملك مع لا حيدو حيدو داكشي حيدو حيدو راك حصلتو يا الاخر حيدو داكشي راه ما مسلككمش ارجعوا معنا للطريق كنوريكم على الطريق فين تاكلوا الخبزه حنا معنا الخبز ولكن حر ماشي خبز ديال كتسعى حنا غير كنفرقوا الخباز الخبيزات ديالنا بيناتنا ما كيعطينا حتى حد وما غنعطيو حتى حد الخبز ديالكم بغيناه يتفرق عليكم تاكلوا خبيزات ديالكم والخبيزه راه فيها مفهوم فيها الصحه فيها التعليم فيها السكن فيها انسان بدا ولكن قبل ما تاكل الخبز خصك تكون انسان حيت الكلب راه كتلوح ليه الشياطه داكشي اللي شاط عليك اذا خصو يكون انسان باش يجلس معاك في الطابله باش ياكل بحالك بحالو نتوما كلاب ديال المجتمع ديال صاحب الجلاله راه المجتمع المغربي بحال الى عندك واحد المجموعه ديال الكلاب كتاكل كتعشى كتقرع كتحل الشرجم وكتلوح عليهم الاعضاء هذا هو الشعب المغربي حنا كناكلوا العظام ديال الملكيه داكشي اللي شاط الملكيه العائله المحترمه والناس المقدسين كيلوحوا لنا العظيمات وكيهضروا منا راه كتعرف الكلاب اللي يقولوا الا يبعاو كيجيو عارف كيمشي داكشي اشنو دابا يقول لكم صوتوا عاوتاني صوتوا تخرجوا كتجري تير امك ما معشي ما مغدي ما دق لك جلبه ما مدقوقه فيك وغنمشي نصوت على صاحب الخرا وعلى الخرايا اللي غتصوتوا عليهم والناس اللي هضرات اللي وحنا كنصوتوا حنا كاع صوتنا ولكن مادام كلشي صاحب المظل هو اللي وعلاش كنصوتوا حنا علاش نصوت على واحد غينا ولكن الكلمه الاخيره ديال هذاك الا قال هذا الشاش الراره وانا صوت عليك باش تقول لهذاك تقول له لا 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 خصنا نديروا الراق على الشا والاخر تيقول الشا كتولي كلكم مشيشي الشا من هذاك اللي صوتتي عليه حتى ليك انت حتى انت كدير الشا شري ابو حماره الله ينعل والدين امكم الله ينعل والدين الناس اللي ما عندهاش وجوه علاش تحشم والتعليقات اللي جات البارح على اهل سوس وانا انتمي لسوس انا كنعاير العبيد ديال سوس انا ما كنكرش بان سوس فيها احرار تولدات حرة وماتت حرة وكاينين الناس اللي عاد غيموتوا أحرار ماشي كنخلط أنت لا بغيتي تفهم كيما بغيتي تفهم المهم أنا طولت عليك ما ضر يلا يلا شياشة أبقاو ديروا ما ديروا السياسة ديروا شياشة أبقاو عاد شيشوا على مولاكم هو عنده مضل هو مول المضل وكتشيشو عليه عاد خصو البرد حيت المضل كيعبس غير الشمس ثم كديروا ليه الريح ديروا ليه الريحه راه مريح هو يعني خارف حوايجو فيه الريحه وصوتوا عليه ودوروا من موراه باش تشموا ريحه الخرا ديال سيدكم يلا اقلع عليا عاوتاني بح مصيبك عليه علينا الشعب والشعب نتوما والشعب وراه غتفرقعوني على الدين الرب ديالكم واش نتوما شنو شنو صاحبي شنو واش ما كتعرفوا ديروا لا كتعرفوا تشوفوا ما كتفهموش ما نبقى ندير بحال الطاير نبقى نهضر بيدي وبرجلي عاوتاني
واشوف شوف واشوف شوف شتيش هذا اش كتشوفو، والاخر اللي كيدير لك هكا كيخشي لك في المصاطه ديالك ما كتشوفوش، كتشوفني غير انا. يلا شوفوا شوف يلا قلع.